يصادف اليوم الأول من محرم من السنة الهجرية الجديدة 1440، ويحيي المسلمون هذه المناسبة بأجواء وطقوس مختلفة. ففي العراق تحيي المساجد والجوامع هذا اليوم بجلسات ذكر وقراءة للقرآن الكريم واستذكار للقيم الثرية للهجرة النبوية. أما في تونس فيحرص التونسيون على إحياء السنة الهجرية بتحضير أطباق محددة تختلف من مدينة إلى أخرى. فهناك عائلات تحضر طبق الملوخية التونسية، وعائلات أخرى تقوم بتحضير الكسكسي بالفول والحمص والقديد أو ما يعرف باللحم والشحم المملح، بالإضافة إلى تزيين هذه الأطباق بالبيض المسلوق وإعداد المعجنات. أما في سوريا فيستقبل العام الهجري بمحلى الأرز بالحليب والحلويات المقلية في الزيت كالشعيبات والعوامات وحلوى السميد المعروفة بالمامونية، كما يقوم التجار في الأسواق الشعبية بتوزيع الملبس والسكاكر للمرة في أجواء مميزة تسودها الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب موالد الذكر بالمساجد والجوامع. وفي المغرب تستقبل العائلات المغربية السنة الهجرية الجديدة بطبق الرفيسة التقليدي، والذي يعتمد على الدجاج المتبل ورقائق العجين يجتمع عليه أفراد العائلة في أجواء مميزة. أما في الجزائر فيحرص الجزائريون على إحياء مناسبة السنة الهجرية بجلسات الذكر في الجوامع وتحضير عشاء عائلي وجلسات سمر بين الصغار والكبار، وغالباً ما يتم تحضير العشاء في آخر ليلة من شهر ذي الحجة استعداداً لاستقبال أول يوم من السنة الهجرية في الأول من محرم. وتختلف الأطباق من منطقة لأخرى، ومعظم الأكلات التي تحضر في عشاء محرم كما يسميه الجزائريون تعتمد على أنواع مختلفة من المعجنات المصنوعة في البيت كالرشتة بالدجاج والخضار والشخشوخة باللحم والخضار أو الكسكسي باللحم والدجاج والخضار. أما في سهرة عشاء محرم فتجتمع العائلة في جلسة شاي تزينها الحلويات التقليدية أو ما يعرف بالدراز، وهو عبارة عن تشكيلة منوعة من المكسرات تضاف إليها الشوكولاتة والسكاكر، توضع في إناء كبير ويجلس فيه أصغر الأطفال في عائلة تيمناً ببراءته وطعم الحلويات الحلو، لكي تستقبل السنة الجديدة بالفرح والإيجابية. كما تفضل بعض العائلات إشعال الشموع أو وضع الحناء للأطفال وتعطير البيوت بالعود والبخور. تختلف إذن العادات والطقوس من دولة عربية إلى أخرى، لكنها تجتمع في فرحة استقبال السنة الهجرية والقيم المعنوية التي تتجلى في هذه المناسبة التي يحرص الآباء من خلالها للحفاظ على الذاكرة الإسلامية وتلقين أبنائهم فصول التاريخ الإسلامي الأصيل.